باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أتابع معكم بمشيئة الرب محاضراتنا في الرد على الأريوسيين وعلى سوء استخدام بعض الآيات من الكتاب المقدس، ولنأخذ في هذه الليلة الآية التي تقول عن معرفة ذلك اليوم وتلك الساعة إن ولا الإبن لا يعرفه لا أحد من البشر ولا ملائكة الله في السماء، دي في متى 24:36، ولا الإبن أيضا في مرقس 13:32. عايزين نشوف الكلام ده معناه إيه. فهل الإبن يعرف تلك الساعة أم لا يعرف؟ النقطة الأولى التي أحب أن أقولها هي إن الإبن يعرف تلك الساعة، وسأعطيكم أمثلة من كتابات أثناسيوس الرسولي وإيلاري أسقف بواتيه وباسيليوس الكبير إلى آخره وغريغوريوس النيازيانسي. الإبن يعرف تلك الساعة لأنه أقنوم المعرفة، اللوغوس هو اللوغوس، وكلمة اللوغوس معناها عقل الله الناطق ونطق الله العاقل. فإذا كان عقل الله الناطق لا يعرف، فمن إذن يعرف؟ فهو يعرف باعتباره أقنوم المعرفة، وهو يعرف أيضا بحسب ما قيل عنه في رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي إصحاح 2:3: المسيح المخبأ فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة. المخبأ فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة. فإذا كان مخبأ فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة يبقى لابد أنه يعرف. هو يعرف ذلك اليوم وتلك الساعة لأنه اليوم الذي سيأتي فيه ليدين العالم، فمن غير المعقول أنه لا يعرف يومه، وليس من المعقول أنه يعرف يوم صلبه، مثلما قال للآب إن هو ذا اليوم قد اقترب مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، وكما قال نبوآت عن اليوم الذي سيصلب فيه، قال بعد 3 أيام سيصلب ابن الإنسان لأيدي القوة إلى آخره. من غير المعقول أن يعرف يوم آلامه ولا يعرف يوم مجده الذي يأتي فيه على سحاب السماء ومعه الملائكة القديسون وأرواح الأبرار. فهو يعرف نهاية العالم. لماذا؟ لأنه قيل عنه وهو قال عن نفسه إنه هو البداية والنهاية وهو الألف والياء. فإذا كان هو البداية وهو النهاية فهو يعرف متى يبدأ ذلك اليوم ومتى ينتهي فيه هذا العالم، لأنه يعرف بداية كل شيء وكل نهايته. وبصفته الخالق كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، فهو يعرف طبيعة خلائقه والمدى الزمني الذي تستطيع أن تحيا فيه ومتى تكون نهايتها. يعرف أيضا لأنه قال إنه لا يعرف أحد الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يعلن له فهو إذن يعرف الآب. فإذا كان يعرف الآب يبقى بالتالي يعرف ما في فكر الآب وما في تدبير الآب،
إن كان يعرف الآب فكيف لا يعرف اليوم؟ وهل معرفة اليوم أو الساعة أكبر من معرفة الآب؟ طبيعي أن الذي يعرف الأكبر يعرف الأصغر. أنه يعرف الآب دي جت في متى 11:27. كذلك في يوحنا 16:15 قال: كل ما للآب هو لي، كل ما للآب هو لي. ما دام كل ما للآب هو له، إذن له المعرفة التي للآب، وله التدبير الذي للآب. كل ما للآب هو لي، ولم يستثني من كل ما هو للآب شيئا من معرفة ذلك اليوم أو تلك الساعة. أيضا قال: أنا في الآب والآب فيا، في يوحنا 14: أنا في الآب والآب فيا. فإذا كان الآب فيه يكون علم الآب فيه أيضا، وإذا كان هو في الآب يكون أيضا في معرفة الآب وفي تدبير الآب. وإن كان الآب يعرف فلا بد أن الابن أيضا يعرف، وبخاصة لأنه قال: أنا والآب واحد. فما دام هو والآب واحد في الجوهر وبالتالي في المعرفة، إذن لا بد أن يعرف ما يعرفه الآب. إن كان الآب قد عين ذلك اليوم الأخير بحكمته، فالابن هو حكمة الآب، كما ورد في كورنثوس الأولى 1:23 و24 أن هو حكمة الله وقوة الله. فما دام هو حكمة الله يبقى هو الحكمة التي عينت موعد ذلك اليوم وموعد تلك الساعة. وإذا كان الآب يدبر بحكمته وحكمته هي الإبن، يبقى طبيعي أن الإبن يعرف. دي أول نقطة. تاني نقطة: هل الإبن يجهل شيئا؟ لا يمكن أن الإبن يجهل، وإلا يكون هذا نقص فيه وضد لاهوته، وطبعا هذا ما يقصده الأريوسيون، وإلا يكون هذا أيضا عدم مساواة بينه وبين الآب، أن الآب يعرف ما لا يعرفه الإبن. والكنيسة من أجل كل هذه الشكوك قالت إنه مساوي للآب في الجوهر. ولكن ينبغي أن نعرف لغة الكتاب واستخدام الألفاظ اللاهوتية وكيف تكون. فمثلا كثيرا ما كان الابن يسأل كأنه لا يعرف، وهو يعرف إجابة سؤاله. فهو مثلا قد سأل عن لعازر وقال: أين دفنتموه؟ أين وضعتموه؟ وطبيعي كان يعرف أين هو، فذلك الذي كان يعرف أين توجد روح لعازر وكيف يأتي بها لتتحد بجسده، ألا يعرف أين يوجد الجسد؟ ومعرفة مكان الروح أصعب من معرفة مكان الجسد.
لكنه قال أين وضعتموه عن لعازر وهو يعرف. القديس غريغوريوس النيازيانزي يقول هو بناسوته قال أين وضعتموه، وبلاهوته أقامه من الأموات. إذن هناك أشياء تنسب إلى طبيعته البشرية هنيجي نتكلم عنها. سأل عن لعازر أين هو وأين وضعتموه وهو يعلم مكانه ويعلم مكان روحه، دي في يوحنا 11:34. وسأل أيضا كم عندكم من الخبز في معجزة الخمس خبزات والسمكتين وهو يعرف. يعني هل هذا الذي استطاع أن يشبع آلافا من الخمس خبزات والسمكتين ما يعرفش كم عندهم من الخبز؟ لكنه يسأل كأنه لا يعرف وهو يعرف. وعندما قال لبطرس يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء، كان يعرف الإجابة، لكن السؤال لم يكن دليلا على جهل بمعرفة، إنما استدراجا له ليعبر عن محبته، إعطاءه فرصة يعني، أو نوع من التوبيخ ليه لأنه أنكر. أو مثلا عندما سأل التلاميذ وقال ماذا يقول الناس عني إني أنا ابن الإنسان في متى 16، كان يعرف تماما ماذا يقول الناس عنه. وحينما سأل سؤالا آخر وأنتم ماذا تقولون عني، كان يعرف الإجابة التي سيجيب بها بطرس، بدليل قال له إن لحما ودما لم يعلن لك، ولكن أبي الذي في السماوات هو اللي أعلن لك. إذا كان عارف بهذا الإعلان الإلهي مع إنه سأله. فهو في أحيان كثيرة يسأل كأنه لا يعرف وهو يعرف. بل أحب أن أقول إن الآب نفسه استخدم هذا الأسلوب، فقال يا آدم أين أنت وهو يعرف أين هو، وقال له هل أكلت من الشجرة وهو يعرف أنه أكل، وقال لقايين أين هابيل أخوك وهو يعرف أنه قد قتل هابيل، بدليل إن قال له صوت هابيل أخيك صارخ إلي من الأرض، ومع ذلك سأل كأنه لا يعرف وهو يعرف. إذن هي مسألة في سياسة الإعلان أو الإخفاء، واستخدام سؤال طريقة السؤال أو غيره. بل إن هناك أشياء عجيبة جدا. الآب نفسه يتكلم كأنه لا يعرف وهو يعرف. يعني لما ناخذ مثلا تكوين 18 عن حكاية سدوم 18:21، بس ناخذ اللي قبل منها على طول. شوف بيقول ايه الرب. وقال الرب ان صراخ سدوم وعمورة قد كثر. خلي بالكم الكلام. وقال الرب ان صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيتهم قد عظمت جدا، انزل وارى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها. ينزل ويشوف قال هم، طب انت مش عارف يا رب؟ ما عارف. هنا يتكلم كأنه لا يعرف وهو يعرف. أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتي إلي، وإلا فأعلم وإلا فأعرف. طب ما أنت عارف، أنت لسه هتعرف. هنا الله يتكلم كأنه لا يعرف وهو إيه يعرف. دي قالها في مسألة سادوم
في تكوين 18:21، وقالها أيضا عن برج بابل في تكوين 11. شو بيقول إيه؟ تكوين 11:5، فنزل الرب لينظر المدينة والبرج الذي كان بنو آدم يبنونهما إلى آخره. نزل الرب لينظر، طب ما أنت عارف، أنت إيه؟ عارف، لكنه يتصرف كأنه لا يعرف. وبعدين في مزمور 53:2 يقول ما يشبه هذا الكلام، يقول أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله، أشرف من سماعه عشان يشوف هل في حد فاهم، ما هو عارف. هذا الأمر تصرف فيه السيد المسيح نفسه بطريقة عجيبة، لكن تدل على نفس المعنى، زي موقفه من شجرة التين اللي عليها أوراق وليس فيها ثمر في مرقس 11 آية 13، بيقول فنظر شجرة التين من بعيد عليها ورق، نظر شجرة التين من بعيد عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيئا، جاء لعله يجد، هو مش عارف فيها ولا ما فهمش، ما الحكاية معروفة، مش معقول ربنا مش عارف ايه اللي مش موجود في الشجرة. نظر شجرة تيد بن بعيد عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيئا، فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورق، فلما جاء إليه، طب والآن قبل ما يجي إليها ما كانش عارف، هو أسلوب لمجرد السيد المسيح بينزل إلى مستوى فهمنا البشري ويتكلم كأنه لا يعرف وهو يعرف. وفي مثل الكرامين في متى 21 ولوقا 20 تلاقي نفس الكلام برضو، في لوقا 20 بيقول فقال صاحب الكرم ماذا أفعل، أرسل ابن الحبيب لعلهم إذا رأوه يهابوه، وهو عارف تماما أنهم لما يروه لا هيهابوه ولا حاجة وياخدوه ويقتلوه، مجرد تعبير، ينزل إلى مستوانا البشري ليعرف. في الآب أيضا في قصة تقديم إسحاق محرقة، أمر إبراهيم أن يقدم ابنه إسحاق محرقة، وفعلا إبراهيم ربط إسحاق إلى الحطب وأمسك السكين وهيذبحه. وبعدين شوفوا الكلام يقول إيه، فناداه ملاك الرب من السماء، هو طبعا ربنا يعني على شكل ملاك الرب، وقال له
لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت أنك خائف. الآن علمت. طب ما أنت يا رب عارف وفاحص القلوب والكلى وتعرف المستقبل قبل أن يأتي، تقول الآن علمت. إذن أول نقطة قلناها هي إن الله، إن الابن يعرف، وإنه أحيانا يتكلم كأنه لا يعرف وهو يعرف لمجرد التدبير والنزل نزول إلى مستوانا، ويتصرف كأنه لا يعرف وهو يعرف. كل الآباء في تفسير هذه الآية قالوا إنه يقصد الطبيعة البشرية. يقصد إيه؟ الطبيعة البشرية، يعني بلاهوته يعرف، لكنه لبس طبيعة بشرية من خصائصها أنها تجهل المستقبل ولا تعرف. والآباء كلهم استخدموا في هذا الأمر الخاص بالطبيعة البشرية ما وجد في لوقا 2:52 عن فترة طفولة السيد المسيح، لما الكتاب المقدس بيقول عن الطفل يسوع إنه كان ينمو. طب ينمو في القامة ما عرفش، لكن ده بيقول لك وأما يسوع فكان يتقدم يتقدم، يعني ينمو. كان ينمو في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. هنا بيتكلم من جهة الطبيعة البشرية بدليل قال في القامة، يعني ما بيتكلمش عن لاهوته، لاهوته ما تخشش في القامة. كان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. كان بينمو في الحكمة. طبعا كإله الله لا ينمو، الله لا يزيد ولا ينقص، لكن ممكن الطبيعة البشرية تنمو في النعمة. تنمو يعني معرفة أقل وتبقى أكتر وتبقى أكتر، إذا في وقت من الوقت ممكن تبقى أقل. قالوا الآباء إنه لم يقل ولا الابن يعرف، لم يقل هذا عندما كان يخلق كل شيء وكل شيء به كان، إنما قال هذا عندما الكلمة صار جسدا وحل بيننا. وقالوا أيضا إن هذا الأمر ينسب للطبيعة البشرية على اعتبار ما ورد في فيليبي 2:7 إنه أخلى ذاته وأخذ شكل العبد وصار في الهيئة كإنسان. فلما أخلى ذاته قيل عنه أنه ممكن لا يعرف بالطبيعة البشرية، لكن باللاهوت ما في شك أنه يعرف. ولهذا فإن أحد الآباء يتأمل تأملا جميلا ويقول إنه هو في الجسد قال ولا الابن يعرف، ولكن وهو هيصعد للسماء ما قالش الابن لا يعرف. لما سألوه عن الوقت والساعة قال لهم ليس لكم أن تعرفوا، ما قالش ولا الابن يعرف، لأن الابن يعرف. قال ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه وحده. ولعل من التأملات الجميلة للقديس إيلاري أسقف بواتييه قال لم يقل جعلها الآب في معرفته وحده، وإنما قال جعلها الآب في سلطانه وحده، يعني هو الذي له السلطان أن يعلن أو لا يعلن. يعني معناها السيد المسيح في عمله كإنسان
قال لهم ليس في رسالتي النبوية إني أعلن هذه الساعة، لأن إعلانها في سلطان الأب وحده. هو يعرف، هي في معرفته، ولكن جعلها الآب في سلطانه وحده. ولذلك نلاحظ أنه على الرغم من قال الإب ولا الإب، لكن في أوقات كثيرة كان يقول أنتم لا تعرفون، لكن ما قالش الإبن لا يعرف. يعني مثلا في لوقا 12:40 وفي متى 24:42 قال اسهروا فإنكم لا تعرفون في أي ساعة يأتي ربكم. أنتم لا تعرفون، لكن هو يعرف. وقال في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان، ما قالش في ساعة لا أعرفه. وقال اسهروا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة في متى 25:13 في مثل بعد مثل العذر. وقال ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة، ما قالش وليس لي. فالتأمل اللي قاله الأب قال إيه؟ قال وهو كائن معاهم في الجسد في هذه الطبيعة البشرية، قال لهم ولا الابن يعرف، لكن أول ما جه يصعد للسماء قال لهم ليس لكم أن تعرفوا، دي مش لي كنتم. قال هذا كما قال أحد الآباء ليسكت إلحاحهم وتساؤلاتهم الكثيرة عن معرفة ذلك اليوم. قال لهم دي مش من اختصاص البشر انهم يعرفوه، وانا كبشر برضو ليس لي ان اعرف، لكن كإله كان يعرف. هنشرح دي برضو، يعني مش هسيبها دي هشرح. هنا ونحب أن ندخل أيضا في شرح كلمة لا أعرف. أحيانا كلمة لا أعرف لا تعني إطلاقا الجهل. إزاي؟ هضرم لكم بعض أمثلة. بالنسبة للخطاة اللي هيقولوا في اليوم الأخير كما ورد في متى 7:23 ويقولوا له يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات وعجائب؟ قال لهم إيه؟ قال لهم أنا لا أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الاسم. مع أنه يعرف أنهم فاعل الاسم، يعني شوفوا العبارة فيها كلمتين، واحدة باين غير التانية. قال أنا لا أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الاسم، مع أنه يعرف أنهم فاعل اسم، يبقى عارف أنهم أشرار، لكن قال أنا لا أعرفكم قط. فكلمة لا أعرفكم لا تعني الجهل به، إنما كما قال القديس إيلاري أيضا، قال لهم أنا لا أعرفكم بمعنى أنكم لا تستحقون معرفتي لكم. هنا بقى هنخش في مفهوم المصطلحات اللاهوتية والكتابية اللي موجودة في الكتاب المقدس. كلمة لا أعرفكم مش معناها جهل. وبالنسبة للعذارى الجاهلات في متى 25:12 قال لهم الحق أقول لكم إني لا أعرفكم. أنت بتقول الحق، ازاي الحق منك ما تعرفش؟ الحق اقول لكن اني لا اعرفكن، يعني انتن لا تستحقون، لا تستحققن معرفتي لكن، ما تستحقوش ان انا اعرفكم. يبقى كلمه لا اعرف مش معناها اجهل، كلمه لا اعرف مش معناها اجهل.
زي مثلا لما قال الذي ينكرني قدام الناس انكره قدام ابي الذي في السماء. هتنكره ازاي وانت عارف انه هتنكر معرفتك ليه؟ هتعرف. لكن هنا انكره يعني ده قول ده ما عرفوش الانسان ده ما عرفوش معناها انه ما يستحقش معرفتي له. يبقى مش ضروري كلمه لا اعرف تعني انه لا يعرف. او زي بولس الرسول لما يقول اعرف انسانا، طب اديك تعرف، اعرف انسانا في المسيح يسوع ان هذا الانسان منذ 14 سنة في الجسد ام خارج الجسد لست اعرف، الله يعرف. لست اعلم، الله يعلم. حكايه واحده بقى، بولس مش عارف هو في الجسد ولا خارج الجسد. لكن عايز يوري الحالة الروحية التي كان فيها، فقال لا يعرف. دي تشبه لي بمثلا أب اعتراف يسأل عن خطايا إنسان فيقول لا أعرف، مش معناها أنه لا يعرف من جهة الجهل، لكن لا يعرف من جهة التصريح ومن جهة الإعلان. معرفة ختم عليها بسبعة ختوم، فهي لا تقال، ومع إنها معرفة إلا إنها مختومة بعدمة المعرفة. زي ما بولس الرسول قال أشياء لا ينطق بها، هو يعرف لكن مختوم عليها بعدم المعرفة لا ينطق بها. فمش ضروري كلمة لا يعرف معناها ان هو يجهل. نيجي بقى لحكاية الطبيعة البشرية. هو اعطي الطبيعتان متحدتان معا، ولكن الطبيعة البشرية لم تفقد خصائصها على الرغم من الاتحاد. فمثلا الطبيعة البشرية نسب إليها إنها تجوع وتعطش وتتألم وتتعب وتجرب. ذاق الموت بالجسد بالطبيعة البشرية، اللاهوت لا يموت، لكن الطبيعة البشرية ممكن تموت، من خصائصها إنها يمكن تموت. هو تعب واستراح عند البئر، الطبيعة البشرية من خصائصها أنها ممكن تتعب، لكن اللاهوت لا يتعب. فالطبيعتان متحدتان، لكن لم تفقد الطبيعة البشرية خصائصها. فممكن أن ينسب إليها بعض أشياء. يعني قيل عن المسيح أنه تعجب، الطبيعة البشرية الطبيعة الإلهية لا تتعجب. قيل أنه تألم، الطبيعة الإلهية لا تتألم. قيل أنه نام في السفينة. الطبيعة الإلهية لا تنام، الله لا ينعس ولا ينام. هل الطبيعة البشرية وهي نائمة كانت تعلم بما يدور حولها؟ دي نائمة، وإلا تبقى فقدت بشريتها. فأثناء النوم كانت لا تعلم، لكن باللاهوت كان يعلم ما يجري حواليه. هنا وندخل في مشكلة نحلها ببساطة بعونة ربنا، إن الطبيعة البشرية من خصائصها أنها لا تعرف، ولكن باتحادها باللاهوت كان اللاهوت يشرق عليها بنور معرفة، فممكن أن تعرف. تعرف ليس بطبيعتها، ولكن تعرف بنور اللاهوت المحيط بها.
يعني كأنه بيقول أنا أعطيت طبيعة بشرية لو تركت إلى ذاتها ما كانت تعرف. هنا القديس أثناسيوس يعني نخش في نقطة لطيفة، بيقول هل هو جهل واقعي أم جهل طبيعي بالنسبة للطبيعة البشرية؟ هو جهل طبيعي بالنسبة للطبيعة البشرية، لكنه ليس جهل واقعي، لأن من جهة الواقع باللاهوت يمكن أن تعرف. هل هو جهل حقيقي أم جهل اعتباري أو جهل قياسي؟ هل تؤخذ الكلمة بمعناها الحرفي أم بالجهل الظاهري؟ يعني كان بيقول للتلاميذ اسمعوا بقى، انتوا قاعدين تلحوا عليا انكم تعرفوا، البشر ما يعرفوش وانا كبشر برضو ما اعرفش، فاهمين؟ اما كون انه باللاهوت يعرف ده حاجة تانية، اما كون ان الطبيعة البشرية بتاعته باتحادها باللاهوت يمكن ان تعرف دي مسألة تانية، لكن انتوا بشر وقاعدين تلحوا عليا وتقولوا اليوم والساعة، البشر يا جماعة ايه ما يعرفوش، ولا حتى ملائكة السماء تعرف، ولا الابن كبشر يعرف، لكن الطبيعة البشرية باتحادها باللاهوت دي حاجة خاصة ممكن أن تعرف عن طريق اللاهوت. تفضل سلام.